السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم يا غالين. طبعا السلامتكم دائما نجيب هاي الشغلات الحلوة، البالة الأصلي طبعا أوروبية، شغلات هي قليلة موجودة بالسوق فنحصلها نجيبها إلكم لغرض اللي يقول أنا مثلا أوقع صفح، أوقع على ظهري، أوقع كذا، فأريد في شيء يحميني، فأنا نجيب من هالشغلات. يعني منهم هنا هذا شو يكون؟ كله كسارات، يعني هاي كسارة بالظهر، كسارة بالخلف، كسارة اللبس، شلون الشورت، فتشي كلش نظيف وجديد. انت فول على نظافته، كلها كسارات. هاي قطعتين من عندهم، احزم يعني كسارات فوق هو معهم، كسارة خلف، كسارة يصير بالخلف للأمام. وعندكم هذا السيت، هذا قياسه اكسين لارج، هذا التيشيرت كله كسارات، كتافيات، ايد، بطن، ظهر، وهاي بجامة مالته شبابي طبعا، هذا يعني تعرفون قياس اكسين لارج مو مال صغار، يعني كلش واحد يستفاد هنا من ذني، خاصة التدريب. بناتي ولادي طبعا ما بي اي مشكلة. هاي البجامة خلينا نفتح لكم تشوفوها، هاي الكسارات مالتها تشوفوها، يعني بعد كل شيء يصير بيكم توقع او تمشي او كذا، هاي الكسارات ابو عبد، هاي بالخلف، إجراءات السلامة مطلوبة طبعا، واللي يحب طبعا اللي يحب، لازم احنا نوفر كل شيء لكم. هاي الغاية، هاي الغاية مالتنا انه كل شيء نوفر لكم. اعطيكم اكرر هذا السيت، وهذا يجي شلون الشورتات اللي مقعد ما مقعد اليوغا ما يأثر بعد عليه كل شيء. اللي يحب يجي وخدمتكم، تحياتي لكم.